بكم في المنتدى الوطني الزراعي للابتكارات والتنمية نفيد، وذلك في نسخته الثانية بعنوان تطوير الزراعات المحمية والزراعة الرأسية، والذي يقام تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عز الدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينظمه قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بالتعاون مع الجي آي زي، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفي إطار توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون المثمر والبناء بين قطاعات الوزارة والهيئات الزراعية والمهتمين بالزراعات المحمية والزراعة الرأسية لدعم أهداف خطة التنمية الزراعية المستدامة 2030. يأتي المنتدى في إطار دور وزارة الزراعة لدعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الزراعي، وحرصا منها على تطوير الزراعات المحمية وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية وإدخال حلول مبتكرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على إيجاد حلول لمشكلات الإنتاج الزراعي وفتح قنوات تسويق جديدة، بالإضافة إلى تطبيق الابتكارات العلمية والتكنولوجية الحديثة والعمل على مضاعفة القيمة المضافة. الهدف من النسخة الثانية من المنتدى نشر فكر الزراعات المحمية والصوب الزراعية، وسيتضمن المنتدى العديد من المناقشات من قبل المشاركين من بيوت الخبرة المحلية والدولية حول الجديد في تكنولوجيا الصوب حول العالم وأهم الاعتبارات الخاصة ببلدنا مصر. لازم كلنا نعرف ان احنا داخلين على عملية الرقمنة، عملية الميكنة، عملية التكنولوجي، وده هيتطلب مننا كلنا ان احنا هنتغير في عاداتنا وفي تقاليدنا الزراعية. الحقيقة الارشاد الزراعي زمان كان دوره هام جدا جدا، وكان بيكون بالعلاقة المباشرة ما بين المرشد والمزارع. الدنيا اتغيرت وبقى فيه صعوبة، والإرشاد ما زال مهم جدا، لكن الإرشاد محتاج آليات أخرى علشان يبقى فيه تواصل. إحنا لسه بنجرب مع وزارة التخطيط الموبايل أبليكيشن في المنوفية في قطاع الثروة الحيوانية، بيانات بيدخلها الفلاح عادي، مربي عادي، وأنا بشوفه عنده مشكلة بيبعت لي أخد أكشن إزاي، أبقى ناسي مؤهلة ترد عليه إزاي، يبقى عندي فريق بحثي وعلمي بيقول وبيحل المشكلة أونلاين إزاي. دي الحاجات الجديدة. عندنا القناة الزراعية، القناة الزراعية دورها مهم جدا جدا، ودي لازم يفعل. ويمكن أنا من الحاجات اللي من أول يوم دخلت فيها الوزارة، ده من سنين، من ساعة ما كنت ماسكة العلاقات الخارجية الزراعية، والقناة الزراعية دي يعني لازم كلنا نهتم بيها سواء حكومة أو مواطنين، إن احنا نشوف فيها المعلومة. احنا مفروض القناة الزراعية تدعى في كل أبليكيشن جديد، في كل بداية الموسم، التطور الزراعة. لو أنا بغير منظومة وبغير آليات، إحنا النهاردة عايز أقول لحضراتكم الأول مرة وزارة الري تتوافق وتوافق معانا على أننا نعمل الزراعة التكاملية، الانتجريتد سيستم في الصحراء. بقى النهاردة يقدر أي مواطن عنده بيعمل استزراع في الصحراء ان يعمل مزرعة استزراع سمكي الاول على راس البير، وبعد كده ياخد المية يروي بيها. ليه بقى الفكرة دي كلها؟ لان النهاردة كان يقولك المية السمك بيستهلكها ولا بيضيع لنا المية، كانوا بيتكلموا ليه؟ لان كان في نظام مفتوح للاستزراع السمكي. ما زال الاستزراع السمكي في النظام المفتوح ده بيضيع المية نتيجة التبخر. انما النهارده لما يكون عندي ميه في الصحراء وبعمل احواض علشان احافظ الميه عشان تبقى جاهزه للزراعه، يبقى لازم استغل هذه الميه وادورها واعمل مزرعه سمكيه على راس البير. المزرعه السمكيه دي عايز اقول لحضراتكم بتدي اكتر من 20 ل 30 ضعف المزرعه العاديه النظام المفتوح والشبه مكثف. يبقى انا عندي عائد اقتصادي من الميه. كل طن علف أنا بستخدمه في
تغذية الأسماك بيطلع لي منها 125 كيلو نيتروجين، معناها إن أنا عندي سماد عضوي بستخدمه في الزراعة بتاعتي اللي أنا بزرعها في الصحراء. الأسماك بتفرز مادة جيلاتينية، المادة دي بتسبب تماسك التربة، وبالتالي هنا تسريب المياه بيقل. أنا بقول الحتة دي ليه؟ لأن ده الجديد، لأن أنا بعمل مزرعة السمكية دي هي صوبة زراعية. ليه؟ علشان على طول السنة أنا باخد دورتين من الأسماك مش دورة واحدة. النسخة الثانية من المنتدى الوطني للابتكار والتنمية، وقد تم إطلاق النسخة الأولى في معرض صحارى، وكان بيختص بتطوير قطاع الإرشاد الزراعي من ناحية الهيكل ومن ناحية آليات الشراكة اللي بنطرحها مع القطاع الغير الحكومي في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ونحو وضع استراتيجية واضحة للإرشاد الزراعي تواكب التغيرات الموجودة في الساحة القومية والساحة الدولية، وبما يتواءم مع السياسات الزراعية المتغيرة والمتلاحقة على الساحتين القومية والدولية. حضراتكم تعلمون التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والإرشاد الزراعي بوجه الخصوص. التحديات بتواجهنا بتتمثل في التغيرات في السياسات الزراعية، بتتمثل عندنا في صغر الحيازات الزراعية، بتتمثل عندنا في عدم وجود نظام تسويقي جيد يتم في تحقيق نقطتين مهمين تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني، وأيضا تتعلق بالجناح الآخر وهو تقديم منتج صحي وآمن للمواطن المصري أولا وأخيرا والمواطن في الدول الخارجية اللي بيتم تصدير إليها. وحضراتكم تعلمون ان احنا بندخل في اشكاليات رفض بعض الشحنات المصرية، بس الحمد لله بفضل جهود وزارة الزراعة بيتم تدارك كل هذه التحديات، والحمد لله احنا ماشيين على التراك المظبوط بإذن الله تعالى. النسخة الثانية دي الخاصة بالمنتدى الابتكارات والتنمية، النسخة الثانية من الزراعات المحمية والزراعات الرأسية، الحقيقة كانت بالنسبة لنا زي تحدي عشان ندخل كقطاع إرشاد زراعي في هذه المنظومة كجزء من تطوير آليات العمل داخل القطاع. فبالتالي احنا اخذنا هذا الليد واخذنا الخيط الأول زي ما بيقولوا من البرنامج الوطني للزراعات المحمية اللي تم في العاشر من رمضان كمرحلة أولى وقاعدة محمد نجيب. والحقيقة ان احنا عارفين ان الصوب الزراعية كانت ضرورة ملحة لمواجهة الانفجار السكاني الحادث في مصر. احنا تعدادنا تخطى 100 مليون نسمة ويتزايد، فلازم ان احنا خططنا المستقبلية انها تواكب سواء على مستوى البنى التحتية او اللوجستيات او غيرها من الخدمات المقدمة بما يواكب هذه الزيادة اللي حاصلة في السكان. احدها هذه الاليات اللي بيتم اتباعها هي استخدام وسائل وتقنيات زراعية جديدة يتم بها سد الفجوة الغذائية داخل المجتمع المصري وتحقيق معدلات جيدة وعالية من التصدير للدول الخارجية. الجازات مش غريبة عن الوزارة. أولاً إحنا يعني الجازات بتشتغل في مصر بقالها أكتر من حوالي 50 سنة، من سنة 74 تقريباً كان الاتفاق الإطاري اللي تم ما بين الحكومتين لتنفيذ برامج الدعم الفني. بنشتغل في العديد من القطاعات، الطاقة، تطوير العشوائيات، الخدمات الإدارية، لكن واحدة من الشراكات اللي بنعتز بيها هي الزراعة. على مدار أكتر من 45 سنة نقدر نقول إن الزراعة كان شريك استراتيجي مع الجازات. مخرجات المشروعات اللي اتنفذت على أرض الواقع موجودة بتشير إلى نجاح، والحمد لله يعني نجاح مشترك في تنفيذ هذه الأنشطة.
محاور العمل عندنا الجازيد ما بينفذش لوحده، احنا بننفذ بشراكة كاملة مع الجهات الشريكة، وبالتالي لما المشروع بيخلص او الانترفينشن بينتهي احنا سيبنا في الوزارة القيادات والكوادر المؤهلة انها تبني وتكمل من بعد مننا. عندنا ثلاث محاور رئيسية: بناء القدرات المؤسسية والفردية، عندنا تقديم الابتكار من خلال المشروعات الرائدة، عندنا نقل المعرفة بعد كده للفئات المستهدفة، وده بيتم من خلال الكوادر اللي تم تدريبها في أول محور. زي ما قلنا قطاع الزراعة ده يعني قطاع مهم جدا بالنسبة لنا احنا في مصر، وكل تقريبا الجهات المنحة عينها على القطاع بتحاول انها تطور فيه. خلينا نستعرض مع بعض ثلاث نقط كده سريعا: التحديات اللي في القطاع، الفرص، الاحتياجات. فلما هنيجي نتكلم على التحديات عندنا طبعا الموارد، فيش فيها كلام، في تحدي في الموارد. ولو اتكلمنا تحديدا بما ان البرنامج اهتمامه الاساسي المياه، فيبقى المياه هي العنصر الاساسي في الزراعه واللي فعلا تمثل تحدي لينا حاليا ومستقبلا. دوله زي المانيا تقريبا نص مساحتها مزروعه لانتاج الغذاء، 50% منها. انتاج الزراعي عندهم حوالي 50 مليار يورو في السنه، عندهم اكتفاء ذاتي في حاجات كتير. لكن ايه الفرص بتاعتنا؟ عندنا الدوله بتنتج 20% من احتياجاتها من الفاكهه فقط، بتنتج 35 احتياجاتها من الخضار. اي نعم هم رقم واحد، رقم ثلاثة في تصدير الحصلات الزراعيه ورقم واحد في انتاج الالبان، لكن هو عنده نقص في حاجات تانية. فدي فرصه، بس فرصه مش احنا بس اللي باصين عليها، دول كتيره جنبنا بنفس ظروفنا بص عليها. طب عشان اقدر اقول انا عايز اخش للفرصه دي انا عندي احتياج، فالاحتياج هنا اعتقد هيبقى حاجتين: احتياج ان انا اواكب التطور اللي بيحصل، في تطور غير عادي، في سباق محموم بين الدول لادخال التكنولوجيا، في رقمنه للقطاع الزراعي، في برمجه بالجي بي اس للمعدات الزراعيه، في طيارات درون بتطلع تعمل مسح للمحاصيل فتدي مؤشر للامراض، ففي سرعه في اتخاذ القرار. كل ده حاجات جديده. طيب المحور الثاني في التطوير: الموارد. عندنا استخدام طاقه متجدده، وعندنا نظم زراعيه مغلقه موفره، الهيدروبونكس، الاكوابونكس، عندنا الصوب الزراعيه، عندنا الصوب المتحكم فيها، عندنا الزراعه التكافليه في الاراضي المستصلحه الجديده. كل دي نظم اثبتت جدواها الاقتصاديه نمره واحد، واثبتت برضو انها موفره للموارد. طيب عشان نغطي هذا الاحتياج النهارده عندنا مبادره جيده جدا من قطاع الارشاد لادخال او لاقتحام منظومه الصوب الزراعيه والبدء في التوسع في تنفيذها، لكن الجهود الحكوميه هنا ما تكفيش. احنا محتاجين دايره كامله كده تقفل بدايه من المبادره الحكوميه للقطاع الخاص للمراكز البحثيه، لان التكنولوجي النهارده لو هي مكلفه انا محتاج المراكز البحثيه بتاعتنا تعمل لها اقلامه وتعمل لها نوع من انواع التبسيط لظروف المزارع بتاعنا، ومحتاج القطاع الخاص الجاد اللي ياخد هذه الابحاث وياخد الابتكارات دي ويبتدي ينتجها على سكيل تجاري، فنقدر نوفر للمنتج بتاعنا احتياجاته من الانتاج، ثم نقل المعرفه دي عن طريق الجهاز الارشادي للمنتج للمجموعات المستهدفه، وفي النص بنلاقي جهات المنحه هي الميسر لعمليه التغيير. عشان كده الدعوه مش للجي ازيد بس، لكل الجهات المنحه ان يستثمروا في الابتكار. احنا عندنا الحمد لله ابحاث تطبيقيه ممتازه، نتائج جيده جدا، كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نظهرها ونبينها للناس ونبتدي ننفذ منها مشروعات رائده، فده اكيد هيقفل الدايره ونقدر نتحرك شويه لقدام. انتهى المنتدى بالتوصيات التالية: أولاً تصميم برامج تمويلية تناسب المزارع الصغير بتسهيلات إجرائية، توفير نماذج للصوب القائمة كدراسة حالة ناجحة لإعادة إنتاجها وتكرارها،
ربط المزارع بالأرض عن طريق زيادة العائد الاقتصادي لوحدة الأرض والمياه، إنشاء مجالس محلية يشارك فيها جميع الأطراف المعنية، تفعيل دور الشباب لتبني الابتكارات، تلبية احتياجات المرأة وتفعيل دورها كعامل رئيسي لزيادة الاستقرار الأسر الريفية، تقليل استخدام الكيماويات وزيادة من استخدام الأسمدة العضوية، التكامل بين التخصصات العلمية لضمان استدامة عمل الصوب، إنشاء وحدة التطوير والبحوث داخل الشركة الخدمة الوطنية لاستدامة الصوب، تطوير النظم التسويقية للصوب الزراعية، دعم الدور المؤسسي للزراعات المحمية، إنشاء شركات تعاونية في كافة المجالات إنتاج التسويق الإنتاج أو التسويق والميكنة، التعاون بين التعاونيات، التوعية على النظم الجديدة قبل التدريب، التوعية على النظم الجديدة قبل التدريب، لازم أوعي الأول أنا رايح على فين وبعد كده أبتدي أدرب، تقديم خدمات تمويلية تدعم أنشطة سلسلة القيمة من عناصر الإنتاج إلى التصدير، استخدام المشروع ودي يعني الجزء التمويلي، استخدام المشاريع كضمانة للتمويل وليس الأصول كضمانة للتمويل، استخدام التكنولوجيا في المنتجات المالية وزيادة الاستثمارات داخل الزراعة. النهاردة المنتدى للإرشاد لتطبيق النظم التكنولوجية في الزراعة وتطوير نظم الزراعة وزيادة الإنتاجية، ويمكن إحنا النهاردة اتكلمنا على ما تقدمه وزارة الزراعة النهاردة من كارت الفلاح وما تم فيه من إجراءات، لأن إحنا النهاردة مش بنتكلم على كارت الفلاح إن هي بدل ما عنده بطاقة ورقية يبقى عنده بطاقة أو كارت فلاح، لا الحقيقة إحنا شغالين إن إحنا عندنا نبقى عارفين كل الأراضي الزراعية كل المحاصيل بتاعتنا هي إيه، ودي مش هتتم كمان بالطرق التقليدية القديمة لكن بتتم عن طريق الساتلايت، ودي بتدينا فكرة كدولة إيه اللي إحنا عندنا وإحتياجاتنا وإيه اللي هنصدره وإيه اللي المتاح في السوق المحلي. الحاجة التانية إن إحنا كمان الكارت الفلاح بالنهاردة بنحاول نغير الصفة بتاعته ويبقى يقدر ياخد بيه قروض من البنوك المختلفة، يقدر يستلم بيه فلوس من أي جهة مثلا لو في دعم لشيء معين، كل ده أو تسديد ل يعني قروض أخدها، كل ده عشان تسهيلا للفلاح لأن الكارت ده هيبين حيازته الحقيقية وما يتحصله. احنا كمان كارت الفلاح غيرنا البنية التحتية بتاعته ان يكون فيه كل البيانات والمعلومات عن الثروة الداجنة والحيوانية وكمان المواشي اللي يمتلكها الفلاح عشان نبقى عارفين بالضبط احنا نمتلك ايه واحنا احتياجاتنا ايه، علشان كمان ترشيد الاستيراد للحفاظ على المنتج المحلي. احنا بنتكلم كمان على عملية الصوب الزراعية واستخدام الصوب الزراعية في عملية الاستزراع السمكي في الصحراء، وده خدنا موافقة بين وزارة الري ووزارة الزراعة، ودي بتأهل كل المناطق الاستصلاح الجديدة ان هم يشتغلوا في على بير المية يعمل مزرعة مكثفة مغطاة يعني زي الصوبة الزراعية بالضبط، عشان بتدي إنتاجية عالية وبتزود الأرض بالخصوبة، وده هو اللي احنا عايزينه تعظيم وحدة المية والإنتاجية، وده بيساعد الحقيقة اللي بيدخلوا في الاستصلاح لأن معظم إنتاجهم بيقعد سنين علشان يدي إنتاجية، لكن السمك ما بيقعدش سنين بيقعد 6 شهور، وعملية الصوبة دي بتخليه يعمل دورتين وبالتالي العائد بيبقى مجزي. فاحنا اتكلمنا ازاي ان احنا نطور نظم الزراعة، عملية الحقيقة التسويق الزراعي، وده دور كبير لازم كمان الجمعيات والتعاونيات تهتم بيه لخدمة الفلاح عشان الفلاح ما يتظلمش في الأسعار بتاعته ولا المستهلك، لأن الحلقات الوسيطة الحقيقة بتزود السعر بطريقة مبالغ فيها في حين أن الفلاح والمنتج لا يعني ما بيحققش اللي المفروض ياخده نتيجة تعبه ونتيجة شغله ونتيجة أدائه، إنما التسويق الجيد هيدي له حق ويدي للمستهلك حقه في الأسعار العادلة. إحنا طبعاً الصوب الزراعية دي ليها نظام ومنظومة وبتكون مش في الأراضي القديمة، لكن بنقول إن لازم كل مزارع يبقى عارف العائد الاقتصادي المدخلات قد إيه واللي هيخرج ليه قد إيه والسوق محتاج إيه عشان أطلع منتج يبقى ليه تسويق
فطبعا هي بتزود الإنتاجية ما فيش كلام من وحدة المياه والأراضي، وهو ده التوجه اللي يعني اللي احنا شايفين الدولة متجهة ليه في أماكن كثيرة لزيادة الإنتاج، وخاصة من المنتجات اللي هي بيبقى فيها نقص في عروات معينة في خلال السنة وبتؤدي لزيادة أسعار. ده الإيفنت ده رقم 2 في سلسلة المنتديات الخاصة بالابتكار والتنمية اللي بيعقدها قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص وغير الخاص. المنتدى الأولاني كان على تطوير الإرشاد الزراعي، وده اتعمل على هامش معرض صحارى. المنتدى دوت خاص فقط بالزراعات المحمية والزرع الرأسية، وده توجه كان من القطاع والوزارة على رأسهم طبعا في التوجه الجديد للدولة نحو الزراعات المحمية، أو اللي هي بيسموها تحت الصوب الزراعية، إن هي عشان تحل إشكاليات كتيرة موجودة عندنا دلوقتي اللي هي تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الانفجار السكاني الكبير اللي عندنا. فبالتالي محتاجين إن يبقى عندنا منتج آمن وصحي يغطي السوق المحلي، وبعدين بعد كده يتم تصديره وفقا للتوجيهات اللي جاية من القيادة السياسية في الدولة. فإحنا فكرنا في هذه المبادرة لما شفنا الكم الإنجاز اللي حصل في البدايات في قاعة محمد نجيب وفي العاشر من رمضان، فحبينا أن إحنا نواكب هذا التطور والتغيير في السياسات الزراعية في مصر بأن إحنا نشوف الإرشاد الزراعي الحديث في ظل التحول الرقمي. هل زراعة الإرشاد بصورته التقليدية قديما هل هو سيفي بمتطلبات الإرشاد اللي هي في ظل زراعات المحمية والتحول الرقمي ولا لا؟ ده تساؤل حضرتك تقول الأساسي عشان نشوف ايه شكل الإرشاد والأساليب اللي هيتم استخدامها في الزراعات المحمية وتخدم كمان منظومة التحول الرقمي. طبعا احنا المفروض احنا جايبين مجموعة من الخبراء من كافة المجالات من قطاع الزراعي واكاديميين ومراكز بحثيه على وقطاع ومديرين الزراعه وكلاء الوزاره في المحافظات ومديرين الارشاد عشان يقولوا لنا هم هل ينفع المزارع بتاعنا التقليدي او صغار المزارعين تحديدا يقدروا يدخلوا في هذه المنظومه، وجايبين ناس برضو من البنك الزراعي والسي اي بي علشان برضو يدلوا ويدلوهم ويشوفوا هل المزارع الصغير يقدر فردي يقدر يقوم بهذه المهمة، لأن في تكاليف طبعا حضرتك عارفها ومعاملات معينة ممارسات زراعية جيدة لازم يتبعها عشان يقدر يسوق كويس محليا أو دوليا. فهم هيقولوا إيه الإمكانيات اللي موجودة وإيه اللي ممكن يتم في هذا السياق، هل هم يعملوا كيانات تجمعية يكون شركة أو رابطة أو اتحاد بحيث يقدروا من خلال هذه الشركة مثلا إن هم يدخلوا في منظومة الزراعات المحمية. الجزء برضو اللي احنا بنعتني بيه كمان الجزء الاجتماعي اللي احنا بتوع السوسيولوجي بنقول هل ممكن ان يبقى فيه في هذه الزراعات المحمية مجتمعات يتم يعني توطينها بمجموعة من هؤلاء الشباب يعيشوا ويقيموا في هذه المجتمعات اللي فيها صوب زراعية ام لا، مدى امكانية هذا. الجزء الاقتصادي كتكلفة هتبقى ريزنبل او مقبولة بالنسبة للشباب الصغير اللي لسه متخرج يقدر يدخل في هذه المنظومة، بالنسبة لصغار المزارعين هيقدروا يدخلوا في هذه المنظومة ولا لا؟ فمن المخرجات اللي هتطلع النهاردة هنعمل بها تقرير مفصل نقدمه لمعالي الوزير إن شاء الله، ونشوف نقطة الانطلاق بعد كده تكون فين. في الوقت الراهن الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بحتة التنمية الزراعية بجميع أشكالها، ويمكن الفترة الراهنة كانت بتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، ومن هنا جت المشروعات القومية اللي بنتكلم عليها بالنسبة للمشروعات الزراعية. فلو نبص للحكومة في الوقت الراهن هتبص تلاقي بتتكلم على إنتاج الصوب، وبتخش في إنتاج الصوب مش عشان تكون هي عبارة عن منافس للقطاع الخاص، لكن علشان تحط البنية الأساسية اللي تشجع بعد كده القطاع الخاص إن هو يخش في الزراعات المحمية. فعندنا المشروع القومي الخاص بالزراعات المحمية دوت
أوجد عندنا العديد من الصناعات اللي ممكن تساعد في عملية الاستثمار وتقلل من التكلفة الخاصة اللي بتتكلم على الزراعة المحمية، بنتكلم على الحكومة وتوجهاتها، ما بتتكلمش بس على الإنتاج الزراعي بشكل صوب إذا كنت بتكلم على خضار وفاكهة، لا إحنا بنتكلم على الاستزراع السمكي، فبرضو دخلت الدولة من خلال إنها بتحط البنية الأساسية والبنية التحتية للمنظومة الخاصة بالاستزراع السمكي من خلال المفرخات ومن خلال مصانع الأعلاف، ديت بتدي فرصة بعد كده للقطاع الخاص إن يبدأ يخش على صناعة اوريدي موجودة، الاستثمارات الكبيرة الدولة خدتها على عاتقها وبالتالي هنا في فرصة انها تخش عليها. الدولة برضو في الوقت الراهن دخلت بالنسبة للمشروعات الخاصة باستصلاح الاراضي، استصلاح الاراضي بتحتاج الى استثمارات كبيرة وبتاخد وقت كبير، لكن لما الدولة تخش بحجم الاستثمارات الكبير ده وتبدأ في عملية الاستصلاح فديت بتدي فرصة للاستثمار الخاص بالقطاع الخاص ان يبدأ يخش بعد كده عشان يشتغل عليها. نفس الحكاية في الانتاج الحيواني، اذا في المرحلة الراهنة اللي احنا موجودين فيها كانت بتحتاج لحجم كبير من الاستثمارات، الدولة دخلت بتلك الاستثمارات علشان تدي فرص بعد كده بالنسبة للقطاع الخاص ان يقدر يخش في الاستثمارات الخاصة بالانتاج الزراعي على جميع اشكاله، وخصوصا لما بنتكلم على الصوب الزراعية، يعني انت بتكاوب على انتاج، بتتكلم على انتاجية عالية، بتتكلم على جودة عالية، بتديك فرص كبيرة ان يبقى ليك قدرة تنافسية اكبر بالنسبة للاسواق الخارجية وبالنسبة لعملية التصدير. والله هو لو كنت بتكلم على العائد المادي والعائد الاقتصادي هو العائد كبير، لكن لابد ان احنا نفكر برضه بالمنظومة الخاصة بالجامعات التعاونية الزراعية. احنا محتاجين لإعادة للتأهيل وتشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية مقارنة بالأسواق الخارجية، يعني احنا كان عندنا فرصة بنزور أسبانيا وبنزور دول كتيرة في آسيا، الجمعيات التعاونية الزراعية لها دور كبير انها تقوم في عملية الانتاج وعملية التسويق وعملية التصدير. احنا محتاجين في مصر علشان يبقى المزارع الصغير ما نتكلمش على شكل فرادة، لكن بنتكلم على شكل جمعيات، بنتكلم على شكل مؤسسات. لو الفكرة عندنا اصبح فكر بيتكلم على جمعيات ومؤسسات هيكون العائد كبير جدا على مستوى الوطن، انا بتكلم على كل، اتكلم على مستوى المزارعين وبتكلم على مستوى الجمعيات، وبالتالي هناك عائد اقتصادي كبير جدا لان الانتاجيه بتبقى عاليه، الجوده بتبقى عاليه، بتفتح فرص كبيره جدا بالنسبه لك بالنسبه للتصدير او حتى بالنسبه للسوق المحلي، لكن لابد ان احنا نفكر بالفكر الخاص بالتجمع المزارعين الصغيرين في اي شكل من الاشكال، اذا كنت بتكلم على تعاونيات زراعيه او اذا كنت بتكلم على اتحادات. في الحقيقة أنا شايفة المنتدى أداؤه عالي جدا وتقدمي، يعني بيسبق الأحداث. في مصر ثورة في عالم الزراعة المصرية، وفي الزراعة المغطاة بالذات بتأخذ القدر الكبير من الاهتمام، لأن هي بترشد في وحدة الأرض وبترشد في وحدة المياه وكيفية الاستفادة منها. أنا جزئية اللي أحب أضيفها في الإطار دوت، إن إحنا عايزين نعمل مجتمعات تنموية جديدة على جانبي الصوب الجديدة. في الحقيقة إحنا عندنا مشاكل خاصة بالأزمة السكانية، والأزمة السكانية أحد أهم أفراحها هي إعادة توزيع السكان. فإعادة توزيع السكان من خلال خلق مجتمعات سكانية زراعية صناعية تحاكي تكوين المجتمعات في أي مكان، ويجب أن يوضع لها المقومات الرئيسية اللي هي بتسمح باستدامة المجتمعات وتنميتها وتطويرها بإيد ساكنيها وقانتيها، ودي من خلال ممكن جدا تكوين تجمعات بشرية، سواء إذا كان جمعيات أهلية أو سواء إذا كان مجالس على المستوى المحلي يشارك فيها كل شركاء التنمية، يساعدوا على إعطاء فكر جديد تنموي تشاركي بين كل قاطني هذه الأماكن. وعايزة أكد على الشباب
وعلى إبداعات الشباب وعلى فكر الشباب في إزاي يبني المجتمع الجديد دوت وإزاي يحط هو مقوماته. يعني أنا بقول بعض المقومات ولكن الشباب عنده إبداعات كتير جدا وأنا بحترم جدا فكر الشباب. ومش عايزة أنسى دور المرأة كأحد أدوات استقرار الأسرة. لو السيدة قعدت في المكان الجديد ووفرنا لها كل الحاجات اللي هي هتحتاجها سواء مدارس لأولادها في المراحل التعليمية المختلفة سواء رعاية صحية ليها ولأبنائها نقل ومواصلات أدوات ترفيه كل احتياجاتها الفعلية. أعتقد أن بكده هنقدر نحقق لها أدوات الاستقرار وبكده قدرنا نوطن الأسر المصرية اللي جاية من الصعيد اللي جاية من بحري اللي جاية من المناطق النائية وكلهم قعدوا في مكان واحد. وأيضا احنا بنقول ان احنا نوفر لهم سبل العيش الكريمة علشان يقدروا يستقروا في هذا المكان ويقدروا ان هم يحققوا اللي هم عايزينه. الزراعة المحمية من الأنواع الزراعات اللي هي بتحقق كل جوانب التنمية المستدامة. التنمية المستدامة معروف إن ليها جانب اقتصادي، زيادة الدخل، زيادة الإنتاج، توظيف، فرص عمل للشباب، فرص عمل للفتيات، وفي نفس الوقت بتراعي الجانب البيئي مهم جدا من خلال ترشيد استخدام المبيدات والكيماويات، وفي الـ كمان الـ بتراعي الـ 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 الجانب اللي بيسموه الاجتماع الثقافي في التنمية المستدامة. لأن ممكن احنا نقول والله احنا مهتمين كمان ان احنا ننتج غذاء آمن للمواطن المصري، دي من ناحية. من ناحية تانية الموضوع برضو الصوب بيشتغل في التريانجل اللي احنا بنسميه التريانجل التنمية اللي هو البحث العلمي ناحية، وبعدين البحث العلمي والتعليم أو التعلم والتدريب بالإضافة إلى الابتكار. فطبعا المعروف أن الصوب والزراعة المحمية بتحقق أهداف. أولا هي ما بتاخدش مساحة كبيرة، وعم بتحقق إنتاج يمكن أكتر من 10 أضعاف الزراعة المكشوفة، بتحقق إنتاج ضخم جدا. الصوب الفدان من الصوب الزراعية ممكن في الخضر والفاكهة لو قلنا مثلا ممكن 100 طن أو 150 طن فاكهة أو خضر، فده بيحقق طبعا إنتاج ضخم وفي نفس الوقت دخل كبير جدا بالذات لبقى للفئات الشباب والمزارعين الشباب. مفروض يبقى في نوع من الدولة ترعى المسألة دي، أن يبقى في مجموعة شباب مثلا كل 4 أو 5 شباب مع بعض يدخلوا في نوع من ما أعرفش بقى سميها تعاونية صغيرة سميها رابطة سميها تحت أي اسم، كيان اجتماعي تعاوني زراعي يشتغلوا مع بعض ويتعاونوا في مجال إنهم يعملوا صوبة. ممكن تبقى صوبة مش لازم كبيرة قوي، مش لازم ضخمة جدا، يعني فدان ممكن، ويتعاونوا مع بعض على، لأن الصوب الحقيقة من أنواع الزراعات اللي بيسموها كثيفة المعرفة. كثيفة المعرفة بمعنى أنها محتاجة يعني معلومات كبيرة جدا. اللي هيشتغل في الصوب الزراعية التفاصيل التكنولوجية أو التقنية يعني دقيقة جدا، وأي خطأ فيها بيعمل مشكلة كبيرة، يعني الريسك فاكتور فيها أو معامل المخاطرة فيها عالي. فلازم ومحتاجين إرشاد الحقيقة، يعني اللي يشتغل في الصوب الزراعية محتاج يكون في جهة بتوفر له المعلومات بتوفر له التوصيات، ويبقى فيه كمان يعني زي هيئة أو مستشارين يساعدوا أصحاب الصوب دول إن هم في أي وقت يتصلوا علشان لو قابلتهم أي مشكلة، لأن مشاكل الصوب ممكن تحصل في ثانية، يبان عفن، يبان أي أثر لمرض.
فلابد يتعالج بمنتهى السرعة، وإلا الخسائر بتبقى كبيرة جدا. النهاردة الحقيقة في جلسة مهمة جدا عن الإرشاد الزراعي وإزاي هيكون شكله بالنسبة للزراعات المحمية والزراعة الرأسية، وبالتأكيد طبعا ده موضوع جديد جدا، وهذا الموضوع يتطلب وضع برامج إرشادية متخصصة في الزراعات المحمية بأنواعها المختلفة، سواء كانت الصوب البلاستيكية أو الخشبية أو الأغطية أو الأنفاق أو من المصدات بتاعت الرياح والحاجات ديت اللي بتزرع لحماية النبات. وطبعا كل نوع من هذه الأنواع له برنامج إرشادي خاص به لأن المحتوى مختلف. وبالتأكيد احنا النهاردة أيضا بنبص ان نلاقي ان المزارعين يعني هي يعني هناك إرشاد، لابد أن يكون إرشاد إلكتروني بمعنى صح، يعني برنامج إرشدني يعني قدم لي النصيحة ولكن عن طريق إلكترونيا، يعني عن طريق الأجهزة الإلكترونية الموجودة حاليا والمتداولة ما بين الناس جميعا. البرامج الإرشادية مهمة جدا، فلا يمكن أبدا تزدهر الزراعة المحمية أو الزراعة الرأسية إلا بوجود برامج إرشادية ناجحة في هذا الخصوص، وخاصة أن هذا النوع من الزراعات يعني في الغالب المزارع القادر هو الذي يستطيع أنه هو يعمل صواب، أنه هو يعمل أنفاق، لكن طب بقية المزارعين إحنا عايزين نحسسهم أو نشركهم في هذا الموضوع، فدول عايزين برنامج خاص برضو، وبجانب البرامج اللي هي بتاعت الناس اللي بتزرع الصوب. انت عارف حضرتك تقريبا يعني في احد الابحاث اللي احنا كنا بيها في الكلية عندنا وانا كنت مشرف عليها في محافظة الاسماعيلية، نسبة الناس اللي بتزرع في صوب حوالي 25% من العينة اللي احنا كنا واخدينها في محافظة الاسماعيلية، و75 في أنفاق. يعني إذن يعني زراعة المحمية منتشرة في محافظات كثيرة جدا، الإسماعيلية، الشرقية، بني سويف، يعني وده كله محتاج برامج إرشادية تغطي الاحتياجات بتاعة الزراع في هذا الخصوص. هي الصوب الزراعية بتوفر في المساحة المزرعة وفي نفس الوقت بتعلم القيمة الإنتاجية في وحدة المساحة، زائد كمان بيقام عليها صناعات قيمة مضافة لكل محصول كتعبئة وتغليف وصناعات مضافة لكل محصول، زائد إن الصوب بتوفر في المية، توفر في استهلاك المية، وفي نفس الوقت زيادة في الإنتاج، بمعنى إن الصوبة الواحدة دي بتبقى مثلا ربع فدان بتعادل قيمة إنتاجية 4 فدادين في الأرض المفتوحة، بالإضافة إن في زراعات أو محاصيل من الخضار دي لازم تتزرع في الصوب، يعني زي الطماطم الشيري، زي الخيار الصوب، زي زراعات للتصديرية، يعني زراعات تصديرية زي ما حصل في العرض التقديمي جوه، الاضطراد في الزيادة السكانية في مصر بيتطلب معاه انك توفر احتياجات السكان من الغذاء، الزراعات المكشوفة بتلبيش الاحتياجات ديت، فتم التفكير طبعا من سنوات طويلة لكن الموضوع دلوقتي بشكل مكثف في الصوب الزراعية عشان تلبي احتياجات السكان، خصوصا ان الصوب الزراعية في العمل فيها بتقدر تتحكم في كمية المية، بتقدر توفر في مبيدات، بتقدر توفر في الأسمدة، وبتقدر تطلع منتج عالي الجودة وكمان كميته عالية بالنسبة لوحدة المساحة اللي بتستخدمها وبالنسبة لكمية الري. ومن منطلق المعلومات دي الجهاز اهتم بموضوع الصوب،
فكل المشروعات اللي عندنا اللي بيشرف عليها الجهاز سواء مشروع البحر الاحمر او مشروع مرسى مطروح او غيره من المشروعات بنهتم بموضوع الصوب، بننشئ صوب هناك. الميه حتى اللي بنستخدمها في ري الصوب بيتم تخزينها الاول وبنحطها في حواض وبنزرع عليها اسماك زي منطقه حلايب وشلاتيم، عندنا مزرعه سمكيه هناك، وبعد كده الميه اللي طالعه دي بنستخدمها في الصوب. فاحنا الميه بنستخدمها مرتين، مره في الانتاج السمكي ومره في الانتاج الزراعي علشان نقدر نستخدم كميه الميه نطلع منها اعلى منتج ممكن.